الروائي عصام يوسف. شفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وكل عائلات مصر والعالم العربي، رمضان كريم واهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره عائلات يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الخامس من العباقره عائلات، مين يا ترى اللي هيفوز بكاس البطوله؟ ومين هي العائله المثاليه؟ اما المكسب الاكبر ان كل اجابه صحيحه من عائلات بطوله العباقره هتساوي مبلغ نقدي. في مرحله المجموعات كل نقطه ب 500 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولا للمباراه النهائيه. جميع المبالغ الماليه في نهايه الموسم سوف تستثمر لدعم المراه المعيله والشمول المالي. العباقره بشراكه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الحلقات اللي فاتت عائلات مصر جمعت 297,500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم المرأة المعيلة والشمول المالي. تعالوا نشوف عائلات مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. الموسم الخامس لعباقرة العائلات، رمضان 1444 هجرياً 2023 ميلادية. النهاردة عندنا مباراة في المجموعة الرابعة واللي بتضم عيلة مسيحة وعيلة برايا وعيلة السحيتي وعيلة فراج. أول عيلة مشرفانا في الاستوديو من محافظة بورسعيد، نلعب كلنا بعيلة برايا. أنا ثانوية عامة السنة دي، فمعرفتش إن أنا أجمع حصيلة كبيرة من المعلومات، وإحنا الحلقة دي معتمدين على بابايا وأخويا، ويا رب نفوز في ماتش النهاردة. الموسم ده إن شاء الله نكون أكثر تركيزاً لأن كسرنا رهبة التصوير والكاميرات، وبإذن الله نقدر نوصل لمراحل متقدمة. شاركنا الموسم اللي فات بس للأسف خرجنا من المستوى الأول، الموسم ده استعدينا وأتمنى من ربنا إن إحنا نوفق ونوصل لمراحل متقدمة. إحنا درسنا أخطاء الموسم الماضي وتعلمنا منها، وإن شاء الله المرة دي نقدر نتلاشاها في البرنامج ونقدر نوصل لمراحل متقدمة. عيلة برايا الحمد لله على السلامة. شاركتوا الموسم اللي فات ولكن للأسف الشديد ودعتوا البطولة بعد مباراة. علشان كده قررنا إن الموسم ده يبقى بدوري المجموعات، لأن في فريق ممكن من مباراة واحدة يبقى حظه وحش ويودع البطولة. باشمهندس رضا، إحساسك إيه بعد ما رجعت تاني؟ لا راجع بيتي، أحس راجع بيتي بأمانة يعني. جميل جدا، إحساس عظيم. عارف كل خطوة رايح فين، خلاص اتعودت بقى. تسنيم أخبارك إيه؟ الحمد لله. إحكي لي إحساسك إيه؟ لا إحساس أكيد مش بالرهبة بتاعت المرة اللي فاتت، فإن شاء الله المرة دي أفضل شوية. إن شاء الله. استعدته بشكل مختلف؟ طبعًا. إيه الجديد يا مدام غادة؟ والله الجديد تشجيع عمر ليا بصراحة، اللي هو أصلا قديم يعني، لأنه عمر معجب جدا بالبرنامج ولسه حالا كان بيقول برنامج عظيم وبرنامج تمام إنه مكمل، أكيد طبعا مش من فراغ، فهو مصمم إنه يجي البرنامج بتشجيعه تمام يعني. طب يا عمر، بما إنك مصمم كده، جهزت الفريق؟ جهزت العيلة؟ الحمد لله قعدنا نتدرب فترة طويلة، وأهم حاجة دربنا عليها أكتر معلومات الأخطاء اللي وقعنا فيها الموسم اللي فات عشان ما نكررهاش تاني. زي إيه؟ كان في توتر وكان في رهبة من المسابقة، كان في تضييع وقت في إن إحنا نقعد نتشاور. دلوقتي بقينا عايزين نتشاور أسرع، ما نرهبش، واللي عنده إجابة يجاوب، ما نقعدش نستنى بقى، ما نقعدش نشاور لبعض وكده. هي دي اكتساب الخبرة. إحنا مبسوطين جدا إن عيلة برايا رجعت، بالذات كمان ان انتوا العيله الوحيده من محافظه بورسعيد، ومحافظه بورسعيد مهم انها تبقى موجوده معانا في الموسم ده باذن الله. طبعا خلي بالكم شعب بورسعيد كله مركز معاكم. انا ماليش دعوه. ان شاء الله. انا عايز اقول لحضرتك السنه اللي فاتت كان في شاشات في الشارع للحلقه دي فعلا. والله، بس احنا اختفينا في البيت عشان احنا كله بقى تليفونات، ازاي تخسروا وازاي تخسروا. لا لا، كويس كويس ان احنا بنقول كده عشان الناس لازم تبقى فاهمة ان هنا مش مكسب وخسارة، هنا بنتعرف على عائلات جديدة، بنتكلم عن احلامنا عن افكارنا، ما هياش الهدف مين اللي هيكسب. اكيد طبعا اكيد. عيلة برايا،
كسبتوا النهارده ما كسبتوش النهارده هشوفكوا تاني باذن الله. ان شاء الله. كلنا عائله برايا من بورسعيد. اما العائله الثانيه واللي مشرفانا في الاستوديو من طنطا محافظه الغربيه نلعب كلنا بعائله مسيحه. اكيد مشاركتي في برنامج العباقره من دارس ادتني الخبره الكافيه اللي هتفيدني باذن الله في موسم العائلات واقدر ادي احسن بكتير واوصل لاعلى مكانه ممكنه من السيزون ده باذن الله. سعداء جدا بالاشتراك في موسم العباقره الخامس والاسعد ان احنا كل اجابه صحيحه لكل الفرق هتترجم الى دعم مالي عن طريق البنك الاهلي لدعم المراه المعيله والشمول المالي وده هدف سامي جدا حابين ان احنا نشارك فيه في هذا الموسم. احنا اشتركنا في الموسم ده بناء على رغبه ابني كورولوس لان ده حلم عنده كبير واحنا بنساعده عشان يحققه وبصراحه احنا كمان البرنامج معجبين بيه جدا لانه هادف وبيدخل كل بيت وبيمس كل اسره واخلاقي وثقافي بالدرجه الاولى. احنا بقالنا فتره كبيره جدا بنستعد جمعنا معلومات كتير من مصادر كتير ومختلفه واتمنى ان المعلومات دي تساعدنا ان احنا نحقق حاجه كبيره في السيزون ده. عائله مسيحه الحمد لله على السلامه. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. كرولوس رجع تاني، الوحيد اللي عنده خبرة من العيلة دي هو كرولوس. شارك في الموسم الـ 12 ولعب على لقب أفضل لاعب. عايزين نهنيه كمان الطالب المثالي على محافظة الغربية 2022. ازيك يا كرولوس؟ ازي حضرتك يا مستر عصام؟ وحشك الاستوديو؟ جدا جدا صدقني. كرولوس مختار عصام يوسف كقدوة ومثل أعلى. ده انا اللي المفروض اخدك كقدوه ومثل اعلى. الله يخليك يا مستر. انك تبقى طالب مثالي على محافظه كامله ده موضوع مش سهل. الله يخليك يا مستر. بحييك بحييك كرولوس برافو عليك. دكتور فيكتور ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. احساسك ايه بقى؟ احساسي كاول مره اشارك مع الاسره يعني لكن في نفس الوقت مش اول مره لاننا تعلقنا بالبرنامج منذ بدايته بصراحه. فلان البرنامج مسيستم وفي سيستم معروف وكويس فمش حاسين الامور واضحه مش حاسين انها اول مره زائد ان احنا كنا عايشين بقى مع كرولوس الموسم ال12 والحقيقه هو الموتيف اللي خلانا نيجي احنا كلنا جايين علشانه يعني لكن بصراحه برنامج ثقافي برنامج بيحترم اخلاقيات وحرص الاسره المصريه على اي معلومه تدخل والجميل بقى السنة دي إنه بيهدف لكل نقطة بتتسجل هتتحول إلى دعم مالي للمرأة المعيلة وده هدف رائع جداً يكفينا فخر إن إحنا نشارك ولو بنقطة واحدة تتحول لمساعدة للمرأة المعيلة. والله دي فكرة البنك الأهلي المصري وفرصة إن إحنا نحيي البنك الأهلي المصري الحقيقة على المجهود العظيم والدعم اللي بيقدمه البرنامج العبقري مش بس البرنامج العبقرة وكمان للأسرة المصرية. تمام. حضرتك كمان حصلت على لقب الطبيب المثالي على مستوى نقابة أطباء الجمهورية 2022 لقب عظيم حصلت عليه إزاي؟ الحقيقة ده كان ترشيح من نقابة أطباء الغربية من شابه أباه من يخليه فما ظلم ده كان نتاج وهذا الشبه من ذلك الأسد ربنا يخلي حضرتك احكي لي بقى يا دكتور فيكتور الحقيقه ده كان ترشيح من نقابه اطباء الغربيه كل سنه النقابات الفرعيه بترشح الطبيب المثالي في المحافظه عشان يتكرم على مستوى الجمهوريه وده كان نتاج عمل دؤوب خلال سنتين الكوفيد 19 لان انا كنت ماسك مدير العزل ورئيس اللجنه العلميه لتطبيق بروتوكول علاج الكوفيد 19 في محافظه الغربيه وبالتالي ده مرينا بسنتين صعبين جدا جدا فكان من نتاج ذلك تقدير بصراحة نقابة الغربية لمجهودنا ورشحوني للمركز المرموق ده وأنا بعتبر ده تكريم لكل فريق العمل الطبي سواء أطباء أو تمريض ساهموا معايا في الكوفيد 19 سنتين كاملين والمستشفى متحولة جزء كبير منها حوالي 100 سرير لمستشفى عزل والحمد لله قدرنا إن احنا نخدم وطننا ونخدم مرضانا خدمة طيبة جدا ومرت بسلام عليكم لأن الدكاترة أكتر ناس كانت بتتعرض للعدوى نشكر ربنا مرت بسلام وإحنا كلنا أخدنا العدوى يمكن طبعًا مرة طبيعي. واتنين أخدنا العدوى مرة واتنين وربنا أنقذنا علشان نكمل نفس المشوار ويمكن الدكتورة بتساعدني برضو في قسم الكلى وأخدت العدوى
لكن برضو بعد ما خفينا استمرينا في نفس العمل في نفس المستشفى العزل في الكوفيد 19 وكملنا رسالتنا معهم. نشكر ربنا. فرصة ان احنا نحيي دكاترة مصر واولادنا من التمريض اللي ساهموا ان احنا نقدر نعدي بسلام قدر الامكان من المحنة اللي هزت العالم كله. شكرا شكرا. دكتورة نسرين ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. كنت موافقة على الاشتراك ولا قلقانة؟ لا أنا موافقة لعدة أسباب صراحة يعني. تفضلي. وأول حاجة إن تشجيع لكرولوس ونحقق له حلمه والطموح الكبير اللي عنده ده، لأنه تعب كتير جدا في تجميع معلومات وسهر ليالي مش قادر أقول لحضرتك قد إيه يعني. الحاجة أنا مش عايز أقلقكم ولكن ده تاني أعلى سكور في التصفيات. خلي بالكم. شرف. فيش هزار. السبب الثاني ان برنامج جميل جدا وهادف وبنفتقد فعلا البرامج الحلوه المحترمه زي البرنامج ده فعلا يعني. وسبب اخير خاص لي انا شويه ان والدي ووالدتي الله يرحمهم الله. كانوا متابعين جيدين جدا جدا حلقه بحلقه للبرنامج، كانوا بيتفرجوا على البرنامج وكانوا قالوا لكرولوس لما تكبر وتوصل لسن اعدادي وثانوي يبقى قدم في المدرسه، وكانوا حافز ليه. ولما بدات مواسم العائلات قالوا لنا ما تقدموا انتوا كمان وتخشوا، فيعني لو حققنا اي نجاح انا ههدي روحهم بصراحه يعني. نحييهم نحييهم هما الاثنين الله يرحمهم. اكيد هما فخورين بعيله مسيحه اكيد. الحمد لله. وحققتي رغبتهم، العيله بتشارك. ومعانا الدكتوره ميراي دكتوره اسنان. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله تمام. ايه يا ميراي ايه اللي دخلك طب اسنان؟ حاجه حلوه بجد يعني. انا ايه اللي حلو فيها دي؟ لا يعني بحسها اكتر من هي كليه انها فن تجميل و يعني الموضوع لذيذ. انا كده فهمت انت رايحه للهوليوود سمايل حاجه زي كده. خلاص واضحه تمام موافق، لانها فعلا بتغير من شكل بني ادم. لما حد بيبص لحد وبيلاقيه مبتسم ابتسامه حلوه نص المشكله بتتحل. بالظبط. جميل، اتمنى لك كل التوفيق. نحيي كلنا عائله مسيحه. الموسم الخامس لعبقرة العائلات، ست فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: تولى سيرجيو ماتاريلا رئاسة إحدى الدول الأوروبية عام 2015، فما هي؟ سيرجيو ماتاريلا. إيطاليا. كرولوس طبعا إيطاليا. إجابة صحيحة. كرولوس محقق. تختار مين اللي بتدي الأول؟ عيلة برايا. تفضل له. عيلة برايا هتبتدي الأول. مدام غدا مش مبسوطة. تمام. وأول فقرة يا فقرة العلم. العلم. فقرة العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. عيلة برايا امتى الجوكر؟ تاريخ ان شاء الله. في التاريخ اتفقنا. جغرافيا. والسؤال هو: يقع الحوض الأوراسي في احد المحيطات، فما هو؟ اعمق نقطة 5500 متر. المحيط ده مساحته 14 مليون و60 ألف كيلومتر مربع. أصغر محيط في العالم. عمر إجابتك. الهندي. بذمتك الهندي هيبقى أصغر محيط في العالم؟ إجابة خاطئة. شكلك صايم كده يا عمر. في إجابة؟ دكتور فيكتور إجابتك. المحيط القطبي الشمالي أو المتجمد الشمالي. إجابة صحيحة. أول عشرات تصنفهم عيلة مسيحة من عيلة برايا. وكرولوس بيأيد عيلة مسيحة. عندك سؤال في الجغرافيا طبعا. الجوكر في العلوم. في الأدب غالبا. في الأدب غالبا. ياه، ثلاثة دكاترة وفي الأدب، والرابع ممكن يبقى في الطريق محدش عارف. بإذن الله. بإذن الله. جغرافيا. والسؤال هو: في أي من دول أمريكا الجنوبية يقع خليج جميع القديسين؟
All Saints مساحته 1220 كيلومتر مربع. اللي اكتشفه وسماه كده الرحالة الإيطالي أمريكو فيسبوتشي سنة 1501. كورولوس إجابتك برازيل. البرازيل كان فيه إجابة تانية بس أنت قررت البرازيل. برازيل. كورولوس إجابة صحيحة. البرازيل هي الإجابة الصحيحة يا دكتور فيكتور. أشكر كورولوس إجابته كانت صح. 20 عيلة مسيحة، عيلة برايا، ما فيش نقط. وعندنا سؤال في التاريخ، ناخد الجوكر صح؟ تاريخ وسؤالهم. وقعت معركة المنسا بإحدى الدول الأوروبية عام 1707، فما هي؟ 25 إبريل أثناء حروب الخلافة في الدولة دي انتصر الجيش الموالي لفيليب الخامس على الجيش التابع لأرشدوك النمسا تشارلز. عمر إجابتك إسبانيا. يا أستاذ رضا وافقت على إسبانيا؟ ما وافقتش. عمر ليه ما سمعتش كلام باباك؟ أنا سمعتهم بيقولوا إسبانيا. كان عندي إجابة تانية. يعني أنت كمان عندك إجابة تانية؟ مش ممكن. يعني إسبانيا دي جابت أنا بقى ولا إيه؟ مش عارف. لا أنا سمعتهم بيقولوا إسبانيا فقلت إسبانيا. خلاص. لا 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 ما حدش قال إسبانيا. إيه يا مدام غادة؟ معلش. بيقول لك شهر مبارك وهبطت من السماء وإسبانيا إجابة صحيحة. كنت هتقول المانيا الاول. اول ما سمعت حروب الخلافه في السنه دي انا عارف ان اسبانيا كان فيها حروب خلافه. برافو عليك يا عمر. 20 20. سؤال في التاريخ لعيله مسيحه. تاريخ والسؤال. الساتيا جراها هو مفهوم قدمه زعيم اسيوي للنضال ضد الاستعمار في القرن العشرين، فمن هو؟ معنى المفهوم التمسك بالحقيقة. قدموا الزعيم ده في أوائل القرن العشرين للإشارة إلى المقاومة الحازمة غير العنيفة للشر. دكتورة نسرين إجابتك غاندي. المهاتما غاندي. وأحمد بيسقفلك من الجمهور. إجابة صحيحة. المبدأ الرئيسي في النضال الهندي ضد الاستعمار البريطاني. 30 عيلة مسيحة، 20 عيلة برايا. أدب والسؤال. كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد هي رواية الأديب جزائري، فمن هو؟ اتنشرت 2005 عن الأمير عبد القادر الجزائري. رواية بتقدم رسالة عظيمة عن التعايش بين الأديان والحضارات. ثانية. مفيش إجابة. طبعا في إجابة. لا ده كورولوس عايز أقول لك حاجة، هو دلوقتي في أسعد لحظاته. وسين الأرك. طبعا إجابة صحيحة. وسيني الأعرق. وضع لك كورولوس 10 نقط. النتيجة 40 عيلة مسيحة، 20 عيلة برايا. سؤال في الأدب وحان معاد الجوكر يا دكاترة. أدب والسؤال. من هو الشاعر المصري الراحل مؤلف قصيدة خلقنا للحياة والممات؟ 36 بيت كان بيرثي جدته في القصيدة. شاعر مهم جدا. سبعتاشر ثانية
هنشوف بقى باباك يا كرولوس هيبقى رأيه ايه. احمد شوقي. احمد شوقي امير الشعراء. في اجابة تانية؟ يعني انا عارف هتقولوا ايه. عندي الاجابة التانية، عندي بس الاجابة الاولى صح، اجابة صحيحة. هو فعلا امير الشعراء احمد شوقي. انا بقيت مش عارف هتقولوا احمد شوقي ولا هتقولوا حافظ ابراهيم. كويس، هي 26 نقطة. النتيجة 60 عيلة مسيحة، 20 عيلة برايا. سؤال في العلوم، عيلة برايا والعشر نقط دول بقوا مهمين جدا. علوم، والسؤال هو: يتبع قمر بان أحد كواكب المجموعة الشمسية، فما هو؟ على اسم إله يوناني للطبيعة، تم اكتشافه سنة 1990. القمر ده بيدور حوالين الكوكب كل 13.8 من عشرة ساعة. مدام غادة خلاص دست على البزر ونور وفي انتظار الإجابة، ما ينفعش تكلموا مع بعض خلاص. أنا عندي إجابة، هو عايز نقول إجابته هو. عندك إجابتك وعندك إجابة عمر. ماشي، أنا هقول إجابة عمر، بس أنا مع إن أنا والله شك في إجابتي قوي يعني، بس هقول إجابة عمر. إجابتك نبتون. مدام غادة نبتون للأسف الشديد إجابة خاطئة. ماشي، في إجابة دكتور فيكتور. زحل. قلت لي يعني عمر انت كمان مش عاجبك، يعني انت ورطتها وهي عندها الاجابه الصح وهي متاكده من اجابتها وبعدين مش عايزه تزعلك فمشيت وراك. مفيش مشاكل، مش مشكله خالص، احنا مش جايين عشان نكسب او نخسر، بس هي خساره. فاهم قصدي يعني ايه؟ يعني 10 نقط طاروا بدون سبب. طبعا زحل دكتور فيكتور اجابه صحيحه. عشر نقط، النتيجة 70 عيلة مسيحة، 20 عيلة برايا. آخر سؤال في الفقرة في العلوم، عيلة مسيحة. علوم، والسؤال هو: ما هي جنسية عالم الكيمياء هنري كافندش صاحب تجربة كافندش؟ هنري كافندش أجرى تجربة بين عامي 1797 و 1798، كان بيحاول يحسب فيها قيمة ثابت الجاذبية. أخيرا هنسمع صوت ميراي. ميراي إجابتك روسي. ميراي للأسف الشديد إجابة خاطئة. في إجابة بقى يا عمر ولا إيه؟ هي تخمينة في الأول وفي الآخر. ما طبعا هتخمن صح. معرفش، بولندي. عمر إجابة خاطئة. طبعا 50-50 أكيد، دوس على البزر. زائد 10 ناقص 5 أو مش هتجاوب. إنجليزي أسترالي. ياه، ده اللي حط الاختيارين دول خبيث قوي. ثانية يا راجل، أنت 70 لو بقت 65 مش مشكلة، ولكن 70 و10 80 تفرق. كنتوا عايزين تقولوا ايه؟ انجليزي. هنري. طبعا طبعا الاجابه الصحيحه انجليزي. اول سؤال ما يتجاوبش في الحلقه والاجابه كانت موجوده، ولكن كرولوس قال لهم ما حدش ياخد الريسك. النتيجه في نهايه الفقره 70 عيله مسيحه طنطا الغربيه، 20 عيله برايا بورسعيد. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى عائلات مصر جمعت 90 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 500 جنيه بما يساوي 45 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم المرأة المعيلة والشمول المالي.
رمضان كريم عباقرة العائلات، ومباراة مهمة في المجموعة الرابعة، وهفكركم بالنتيجة. عائلة مسيحة طنطا الغربية متقدمين 70 نقطة، عائلة برايا بورسعيد 20. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة، فقرة المعرفة، أربع أسئلة واحد لواحد، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين مدام غادة ودكتور فيكتور. دكتور فيكتور ومدام غادة، وسؤال في المعلومات العامة بعشر نقط، ومحتاجين العشر نقط دول. معلومات عامة، والسؤال هو إنجولفر أرنانسن هو أول مستوطن دائم لإحدى الدول الجزرية الإسكندنافية عام 874 ميلادية، فما هي؟ لإحدى الدول الجزرية الإسكندنافية. مؤسس، كنت لسه هقول لك مؤسس إيه؟ عايز أقول لك حاجة، مؤسس كذا دي كنت هجاوب صح. إجابتك الدنمارك. الدنمارك إجابة خاطئة. مؤسس العاصمة، أقول ريكيافيك. عندك إجابة ولا ما عندكيش إجابة؟ تخمينة. دوس على البازر. فنلندا. فنلندا عاصمتها هلسنكي. مدام غادة إجابة خاطئة. فين بقى؟ أيسلند. بالظبط كده يا كورولوس. اتفضلوا، هاجر مع مراته من النرويج إلى أيسلندا، وخلال 60 سنة استقر فيها حوالي 30,000 نرويجي. تسنين عمر اللي دبسك في الرياضة؟ على أساس إيه بقى؟ تشرحي. هو ينزل في التكنولوجيا. يا سلام، ده بقول لك إيه، ده عمر أخوك ده طلع شرير جدا. لا والله عمر طيب. شرير طيب؟ بجد؟ آه. كرولوس طبعا فرصتك. رياضة، والسؤال هو من هو اللاعب الراحل الذي سجل هاتريك لنادي الزمالك ضد ويست هام يونايتد في مباراة ودية عام 1966؟ طبعا سؤال بعيد عنكم خالص، ولكن ممكن يبقى مين؟ حمادة امام. حمادة امام الثعلب، اجابه صحيحه. برافو عليك يا كرولوس. في نوفمبر الزمالك كسب 5-1 ويست هام، وقتها كان بطل كاس الكؤوس الأوروبية. الرئيس جمال عبد الناصر كافئهم بوسام الجمهورية بعد الفوز. طبعا الكابتن الراحل حمادة أمام الحقيقة بنفتقده، افتقدناه في الملاعب، وبعد كده لما كان بيعلق على ماتشات الكورة كان ممتع. سؤال في التكنولوجيا يا ميراي، جاهزة؟ ايدك على البازر، محدش هستناكي. تكنولوجيا، والسؤال هو إلى ماذا يشير الحرف N في الاختصار ISDN، والذي يبدأ بـ Integrated Services Digital؟ Digital إيه؟ Network. طبعاً إجابة صحيحة. برافو عليك يا ميراي. الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة، خدمة عالية السرعة. برافو عليك يا ميراي، 10 نقط. 90 عائلة مسيحة، 20 عائلة برايا. مهندس رضا والدكتورة نسرين، الدكتورة نسرين والمهندس رضا محتاجين نحسن السكور، مضطر أشجعهم شوية. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل مسألة الآتية: 7 × 8 × 3 + 195 يساوي كام؟ 7 × 8 إجابتك 363. مبهرة، إجابة صحيحة. برافو عليك يا دكتورة. حسابات البيت في أمان يا دكتور. تمام تمام. في أمان، في أمان يعني. النتيجة عائلة مسيحة 100، عائلة برايا 20.
ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. سينما ومسرح، والسؤال هو من هو الفنان الراحل الذي قام بدور محفوظ عجب في فيلم دموع صاحبة الجلالة؟ روف شاو. للأسف الشديد إجابة خاطئة. كان بطولة فريد شوقي، سهير رمزي، أحمد بدير، ويحيى شاهين، وأحمد مصر، طبعا من إخراج المخرج الكبير عاطف سالم. مين يا كرولوس؟ صلاح السعدني. صلاح السعدني، تخمينة دمها خفيف. طبعا إجابة خاطئة. سمير صبري. أيوة سمير صبري. مستعجل ليه؟ ما أنا هديل لك المعلومات وهتفتكر، ما تستعجلش. هارد لك. السؤال الثاني أغاني موسيقى، والسؤال هو مشكلني هي أغنية المطرب خليجي معاصر، فمن هو؟ كلمات إبراهيم جمعة وألحان حسين الجسم. مشكلني. كرولوس. تقريبا ماجد المهندس. ماجد المهندس؟ تقريبا. هو في ماجد في الموضوع بس مش مهندس. إجابة خاطئة. هو في ماجد فعلا بس مش مهندس. يعني كرولوس اداكوا نص الإجابة. حسن الماجد. رضا الماجد. رضا ده جوز حضرتك. راشد الماجد. راشد الماجد. أيوة. راشد الماجد. مش بقول لك يا باشمهندس رضا. راشد الماجد. أنت كل أسئلة هتجاوبها بعد ما تجاوب غلط. كده صح. لا طب أعمل إيه بقى؟ هي ما مدام غادة للأسف الشديد رضا إجابة خاطئة. اسمه يا باشمهندس؟ راشد الماجد. راشد الماجد. مش رضا الماجد. بص ده تاني سؤال يطير منك وإجابته عندك. لوحات ومعالم، والسؤال هو في أي دولة أسيوية يقع كهف ريد فلوت؟ اليابان. اليابان. إجابة خاطئة. طول الكهف حوالي 240 متر، مليان فنون طبيعية، وفي أعمدة حجرية اتشكلت من أكتر من 180 مليون سنة، في أكتر من 70 نقش مكتوب بالحبر. الحبر. بيعود للقرن الثامن الميلادي. عمر 10 نقط. إجابتك. كوريا الجنوبية. عمر للأسف الشديد إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة الصين. الحمد لله. وكان الإجابة الثانية إندونيسيا. آخر سؤال في الفقرة، السؤال اللي جاي سؤال عارفين السهل الممتنع، سهل جدا، يعتمد على الأرقام يا دكتورة نسرين. سرعة البديهة، والسؤال هو ما هو الرقم الذي إذا تم قسمته على 7 مرتين كان الناتج 1؟ 49. دوس على البازر. كم؟ 49. طبعا 49 إجابة صحيحة. طبعا 49 على 7 على 7. 30 عيلة برايا، 100 عيلة مسيحة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 40 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 500 جنيه بما يساوي 20,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 65,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم المرأة المعيلة والشمول المالي. رمضان كريم عبقرة العائلات، الموسم الخامس، وحفكركم بالنتيجة. عيلة مسيحة طنطا الغربية 100، عيلة برايا بورسعيد 30. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط.
تحت الضغط. عمر وميراي، ميراي وعمر. ميراي هتروح تسمعي أغنية تهدي أعصابك، وإن شكلك متوترة وقلقانة كده يا كرولوس دب صوتك. اتفضلي اسمعي أغنية وارجعي لنا تاني. تعالي يا عمر مكاني. عمر حد دربك في تحت الضغط؟ الموسم اللي فات الموسم ده برضه. مين؟ أختي سنين كانت بتسألني وأنا أول ما قلت أختي دورت وشها الناحية التانية. بتنسى وبتخلي مسؤوليتها، الاتنين مع بعض. طيب الأسئلة مش صعبة، المهم يبقى كلنا ثقة كده. مراي مبسوطة من الأغنية بس مغضوطة برضه، يعني هي قاعدة بتسمع أغنية وهي قلقانة. هنشوف لما ترجع. تحت الضغط كاونتر. من هو مؤلف الموسيقى التصويرية لفيلم تيمور وشفيقة؟ عمر خيرت. صح. في أي دولة خليجية تقع مدينة حائل؟ الأردن. غلط. ما هو اسم المذبحة التي قتل فيها محمد علي المماليك عام 1811؟ مذبحة العلا. صح. عفريت لكل مواطن هي مسرحية القديم مصري راحل، فمن هو؟ في الحكيم. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة إندونيسيا؟ جمهوري. صح. فنانة قامت بدور فرح في فيلم سهر الليالي، فمن هي؟ صبرين. غلط. ما هو ضعف الرقم 88؟ خاص. ما هو رمز كيميائي العنصر الدروديوم؟ آر. غلط. من أي حيوان يستخرج المسك؟ المسك من الغزال. صح. ما هو النادي الأكثر فوزاً بكأس مصر كرة القدم عام 2022؟ صح. برافو عليك، خطفت الأخرانية دي. يا ترى الأخرانية دي كانت جوه الـ 45 ثانية ولا لأ؟ نرجع للفار نتأكد نشوف الإجابة الأخيرة جوه الـ 45 ثانية ولا لأ؟ في الثانية الأخيرة. كم إجابة صح؟ محددتش صح. خمس إجابات صح، وكان ممكن تجاوب واحدة كمان. واحدة 88. مش وحش، مش وحش. تفضل مكان سليم. عايزين ميراي تنضم لينا. وقلت لك العشر أسئلة كاملين فده كويس. يعني كان في سؤال بالصدفة كنت أتمرن عليه امبارح. بالصدفة. ميراي عايز تعرفي عمر عمل إيه ولا لأ؟ لا. هقول لك معلومة واحدة بس، أنا قلت العشر أسئلة كاملين والأسئلة مش صعبة. اتفقنا؟ تحت الضغط كاونتر. من هو مؤلف الموسيقى التصويرية لفيلم تيمور وشفيقة؟ علي حجار. غلط. في أي دولة خليجية تقع مدينة حائل؟ السعودية. صح. ما هو اسم المذبحة التي قتل فيها محمد علي المماليك عام 1811؟ صح. عفريت لكل مواطن هي مسرحية القديم مصري راحل، فمن هو؟ فوز. ما هو نظام الحكم في دولة إندونيسيا؟ جمهوري. صح. فنانة قامت بدور فرح في فيلم سهر الليالي، فمن هي؟ منى زكي. غلط. ما هو ضعف الرقم 88؟ فوز. ما هو الرمز الكيميائي العنصر الدروديوم؟ ار اي. غلط. من أي حيوان يستخرج المسك؟ ثعبان. التعبان مستخرج منه السم. المسك دي جديدة. أنا قلت أي حاجة مستخرجها وخلاص. لا، الغزال مش التعبان. تفضلي مكاني. كم إجابة صح؟ اتنين. تلات إجابات صح من تسعة، وعمر معايا خمس إجابات صح من عشر. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. عفريت كل مواطن هي مسرحية الأديب مصري راحل الراحل لينين الرملي. السؤال السادس، فرح في سهر الليالي ما كانتش منى زكي، كانت حنان ترك. ما هو ضعف الرقم 88 176؟ ما هو الرمز الكيميائي العنصر الروديوم؟ انت قلت ار، هي ار اتش. هي دي الاسئله اللي ما تجاوبتش. كلنا نحيي عمر وميراي، ميراي وعمر. اتفضلوا. النتيجه اتغيرت. قالت برايا حسنتوا السكور شوية يا عمر. برافو يا عمر. كنتوا كام؟ 30. 30 وكم إجابة صح؟ 5. 5 و10 نقط هدية يبقى 65. بقيتوا 65. ميراي كنتوا كام؟ 100 وتلات إجابات صح، بقيتوا 115. 115 و25 كام؟ 140. 140. 65 و25 90. ترجعوا تاني في المباراة.
ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء 25 نقطة لعيلة واحدة بس. أول اثنين تسنيم وكرولوس، وهاتوا معاك ورا وقلم. كرولوس وتسنيم. السؤال الأول، حل المسألة الآتية: 15 زائد 15 في 3 زائد 50 يساوي كام؟ 110. الهدف الأول هاردك يا تسنيم، برافو عليك يا كرولوس، هدف بلا مقابل. اتفضل يا باشمهندس رضا والدكتور فيكتور، هدف بلا مقابل، محتاج تتعادل يا باشمهندس. السؤال اللي جاي فنون، عن فيلم قديم. السؤال التاني فنون، فنان راحل قام بدور حمدي في فيلم صوت من الماضي، فمن هو؟ صوت من الماضي. يحيى شاهين؟ مش يحيى شاهين. إجابة خاطئة. بطولة إيمان، أمينة رزق، عبد الوارث عصر، ونادية الشناوي، مين يا ترى؟ نقول خمن. مش هتخسر حاجة. مين؟ نقول محسن سرحان. محسن سرحان. ولا شكري سرحان. ولا شكري سرحان. إجابة خاطئة. مين بقى؟ أحمد رمزي. نهار أبيض. يا نهار أبيض، بالظبط كده. مدام غادة ودكتورة نسرين، دكتورة نسرين ومدام غادة. السؤال اللي جاي صعباني. ليه؟ لأن احنا لازم ناخد إجابتين مش إجابة واحدة، ولازم الإجابتين يبقوا مطابقين بالظبط. تمام. لأن الدكتور فيكتور والمهندس رضا هيبقى عندهم إجابة هما كمان من غير ما تكتب. هضيعهم. أنا هضيعهم. لا لا، ده انت الموضوع هيعجبك قوي، بس استنى. السؤال الثالث معلومات عائلية، احنا بنهدي النفوس. ايوه واضح. ايه اكتر ميزة في جوزك وايه اكتر عيب في جوزك؟ انا عايز ميزة وعايز عيب، والجميل ان جوزك هيعترف بالميزة وهيعترف بالعيب. اما النقط هتروح. لا، اولا كلمة مفيش دي مش هتتحسب، فانت ما عندكيش اختيار غير انك تكتبي، لازم. تمام كده، بقى عندنا ميزة وعندنا عيب. باشمهندس رضا، من وجهة نظرك ممكن مدام غادة تبقى قالت ميزتك ايه وعيبك ايه؟ لا، انا اقول العيب. انت عارف العيب على طول. اه انا عارف العيب وعارف اكيد. ايه هو؟ عصبي. برافو عليك، هو معترف وعارف كده. خدت نص هدف، عايزين نكمل الهدف بقى. الميزة ممكن تقول ان انا كريم يعني معاهم. لا، هي شايفة انك طيب مش كريم. لا، في فرق ما بين الكريم والطيب. لا، هو طيب جدا، اللي هو بالنحية كل الطيبة والعصبية. طيب يبقى يعني نص معنا هدف. في كله، معنا في كله. هنروح دلوقتي للدكتور فيكتور، عندنا حاجتين هما ايه؟ ممكن تكون شايفاني حنين شوية، الميزة يعني، والعيب في عيوب كتيرة، بس ممكن تكون شايفة ان انا برضو في شوية عصبية. لا، هي مش شايفة انك عصبي، شايفة انك مشغول على طول. هو ده العيب، انك مشغول دايما. يا دكتور، الاهتمام الاهتمام الاهتمام، مش عايزين مشاكل ارجوك. حاضر يا فندم، شكرا على تهدئة النفوس يعني. احنا بنهدي النفوس جدا، ولما نرجع البيت هنتفاهم في الموضوع جداً. ده هتصل هتصل بحضرتك. شايفاك طيب يعني هي شايفاك طيب، فدي ميزه جميله جدا، زي ما برضو مدام غاده شايفاك طيب، مش عارف، دي برضو ميزه جميله. ولكن دكتور فيكتور عصبي شويه، بس واضح ان مدام نسرين مستحملاك، فده احساس جميل. لا، هو طيب، اشكرك عليه. هارد لك، مش قادر احسب اهداف، ولكن عرفنا حاجات مهمه عن عيله برايا وحاجات مهمه عن عيله. بس انا قلت واحده صح من نص هدف. عايزه نص هدف. اتفضل.
ميراي وعمر، عمر وميراي، هنشوف ايه اللي هيحصل. عمر ما عندوش اختيار غير انه يتعادل. ميراي لو جاوبتي صح رجعتي ب 25 نقطة، لو عمر جاوب غلط برضه رجعتي ب 25. السؤال الرابع، معلومات عامة، من هي المهندسة العربية التي صممت مركز روزنتال للفن المعاصر بأمريكا؟ روزنتال كونتمبرري آرتس. المبنى اتبنى 1939. زها حديد؟ طبعا زها حديد. عارف حديد بس مش فاكر اسمه الاول. هارد لك، هو عارف حديد ونسي زها. ده اول بناء من تصميمها في امريكا في ولاية اوهايو سنة 1997 لما اعادوا تجديده. اكيد عمرك ما هتنسى ان اسمها زها، زها حديد. هارد لك يا عمر وميراي، هارد لك وجود لك. رجعت لهم ب 25 نقطة. 140 عائلة مسيحة، 65 عائلة برايا. طبعا عائلة برايا ما عندكوش اختيار غير ان انتوا تجاوبوا على الاربع اسئلة في عجلة الحظ. مش سهلة بس حصلت قبل كده، فالامل هيفضل موجود لما نشوف هيحصل ايه مع السؤال الاول. خلينا نشوف، هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 75 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 500 جنيه بما يساوي 37500 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 102500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم المرأة المعيلة والشمول المالي. الموسم الخامس ومباراة مهمة في المجموعة الرابعة، وهفكركم بالنتيجة. عائلة مسيحة طنطا الغربية متقدمين 140 نقطة، عائلة برايا بورسعيد 65. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيكسب الثلاث نقاط بتوع ماتش النهاردة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل عائلة، وأول سؤال هادي رضا. اتفضل يا هادي، هنشوف هادي رضا والسؤال الأول، وهنشوف موضوع السؤال إيه. جوكر، تمام، عائلة برايا جوكر، من حقكم تختاروا موضوع السؤال، تحبوا تتسألوا في إيه؟ قدرات ذهنية. قدرات ذهنية. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ ماشي، دوس على البازر. قدرات ذهنية، والسؤال هو، حل مسألة الآتية: 50 في 50 ناقص 2000 على 5 يساوي كام؟ 50 في 50 ناقص 2000 على 5 يساوي كام؟ 2100. 2100 إجابة صحيحة. 2100 هي الإجابة الصحيحة. 30 نقطة مهمين جداً لعائلة برايا. 95 عائلة برايا، 140 عائلة مسيحة. يوسف، يوسف عادل، اتفضل يا يوسف. هنشوف يوسف عادل وعجلة الحظ والسؤال الثاني لعائلة مسيحة. قدرة ذهنية، محدش أحسن من حد. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ خلي بالك، تلاتين نقطة لو طاروا بقت مشكلة. 95 هتبقى كام؟ 125. قدرات ذهنية، والسؤال هو، حل المسألة الآتية: 160 زائد 180 في 3 ناقص 155
يساوي كام؟ 160 زائد 180 في 3 ناقص 155 يساوي كام؟ 545. أول 3 نقاط لعائلة مسيحة كرولوس، إجابة صحيحة. 545، 170 عائلة مسيحة، 95 عائلة برايا. عائلة برايا هاردك. الحقيقة كرولوس بخبرته عارف يجهز فريقه كويس، فمستعدين للمباراة. ميزة دوري المجموعات إن أنتوا تقدروا تستعدوا وترجعوا تاني، ولكن ماتشات اللي جاية بالنسبة لكم ماتشات كؤوس. هارد لك لعائلة برايا. السؤال الثالث هاجر زكي. هاجر زكي والسؤال الثالث لعائلة برايا. جوكر تاني، ولكن مش هنقدر نختار قدرات ذهنية. لما بيجينا جوكر مرتين بنختار حاجة تانية في المرة التانية. فنون. سؤال في الفنون، سؤال بعشرين نقطة، حسنوا السكور. فنون، والسؤال هو فنان راحل قام بدور مسعد في فيلم عزبة الصفيح، فمن هو؟ إخراج إبراهيم عفيفي، بطولة نادية الجندي، كمال الشناوي، أحمد بدير، ضياء المرغني. مهندس رضا إجابتك. سعيد صالح. شفت بقى لما بتسمع المعلومات كاملة بتجاوب صح إزاي؟ طبعاً الكوميديان العبقري الراحل سعيد صالح، إجابة صحيحة. 20 نقطة، النتيجة اتغيرت. 115 عائلة برايا، 170 عائلة مسيحة. مارك فيكتور مسيحة. مارك طبعا ده مارك الابن الثالث لعائلة مسيحة، اخر العنقود ده المدلع ده. طبعا معلومات عامة، مدلع مارك فكهة البيت. مين ما دلعوش؟ كان نفسه يشارك. عنده كم سنة دلوقتي؟ 11 ونص. 11 ونص، السنة الجاية ممكن تشارك علشان هيبقى عديت 12 سنة متدرب معانا، فبيتدرب دلوقتي بيستعد. جميل جدا، شد حيلك يا مارك واستعد كويس إن شاء الله. سؤال في المعلومات العامة لعائلة مسيحة، آخر سؤال في الحلقة بعشرين نقطة. معلومات عامة، والسؤال هو أكبر مستشفى جامعي في العالم لطب الأسنان عام 2022 تقع بإحدى الجامعات المصرية، فما هي؟ مساحة المستشفى 12,234 متر مربع، بتضم 13 عيادة، تحتوي على 305 وحدة طب أسنان، وعالجت أكتر من 1,000,000 مريض بالمجان. مفاجأة. عين شمس. ولا جامعة عين شمس ولا جامعة القاهرة. إجابة خاطئة. أصلا معلومة حلوة ولازم تبقى عندك، عشان كده أنا سألتك السؤال ده. يا ترى عائلة برايا في إجابة؟ هو سؤال صعب الحقيقة، بس هي مفاجأة لما يكون عندنا مستشفى بالحجم ده وعالجت أكتر من 1,000,000 مريض بالمجان، لازم نتكلم عنها. إجابتك جامعة المنصورة. عايز أقول لك حاجة، هي جنبها جامعة الدلتا. أيوة، برافو عليك يا كرولوس. مهندس رضا للأسف الشديد إجابة خاطئة. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا. شفت يا أخوك عنده المعلومة، استوعبها على طول. أفضل لاعب في الماتش النهاردة المهندس رضا، وكرولوس أنتوا الاتنين بستين نقطة. و
وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصلت عليها عائلات مصر في حلقة النهاردة 285 نقطة، وكل نقطة ب 500 جنيه بما يساوي 142,500 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 440,000 جنيه من البنك الأهلي لدعم المرأة المعيلة والشمول المالي. عيلة برايا أدلق ماتشات اللي جاية ماتشات كوس بإذن الله لعيلة مسيحة أداء ممتاز في أول مباراة لي. أتمنى لكم كل التوفيق وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعاية